شباب هاي بعد عملية الابجريد، هاي شايفينه شباب، هيو ادخل الباسورد طلعه، هاي الانترفيس تبعت 2016، هذا يا شباب 2012، صار هسه 2016. كونجراتوليشن ابجريد سكسسفولي، امور 100% بيرفكت. لو اجي انا هون عندي على الدي سي 01 راح الاحظ، احكي له ريفريش، طلع الدومين كنترولر، هاي دي سي 03 صح؟ شو صار الاوبريتنج سيستم عندي 2016، هاي شايفينه شباب، خلص. وهي الفيرجن كامل، وهي الفيرجن تبع الاوبريتنج سيستم، شايفين؟ واجي هون دي سي 03، هاي شايفينه طبعا، جاست انزل التول تبعت الفي ام وير، انستول سيرفر مانجر، اوريك اياها بس هون. سكسسفولي هاي يا شباب، انا عندي هلا هسه ايش، انا على 2016 عملنا الابجريد، وهي تبعت الكونسول، وهي تبعت الكونكت تو ذيس سيرفر، هاي الفيتشرز نزلت في 2016. اقول له يوزر اند كمبيوتر، هيو لو رحت انا هون عندي كمان رايت كليك ماي كمبيوتر، هيو 2016 داتا سنتر، شايفين يا شباب، هيو وهي الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر كمان، هلا انت شغال على 2016، هي موجودين تمام. اذا هو هاد، وهي الدي ان اس طبعا الخاصة في الزون تبعتي. اوكي، اذا هون عملية الابجريد كانت ناجحة بكل امتياز.